إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، والمعلوم ليس من الدين بالضرورة، ولكن المعلوم من الدين بالتفقه، بالتفقه، هذا شكل آخر، ليتفقهوا في الدين. فهذا لا يعلم ضرورة، وإنما يعلم بالكسب، يعني تكسب تخدم باش توصل له. وهذا ليس واجبا على كل مسلم، الأول واجب على كل مسلم، هذا لا، إنما هو واجب على من نادب نفسه في البداية لطلب العلم الشرعي، حتى إذا تحقق بكونه طالب علم صار واجبا عليه بعد ذلك. فيعني هذا النوع من العلم، أي الفقه في الدين بهذا الشكل، له مرحلتان من حيث حكمه الشرعي. في الأول كيكون مندوب، تقري ولدك الطب أو الهندسة أو الفقه والحديث، أنت تختار وهو يختار، هذاك شي شغلكم، ليس هنالك وجوب، لا وجوب عليك في هذه ولا في تلك، كل ذلك على النبي، إلا في حالات ونوازل تخص بحديثها، يعني كتكون شي نازلة معينة ممكن، ولكن الحكم العام الإنسان حر في أن يكون فقيا أو أن يكون طبيبا أو أن يكون مهندسا، اختار العلم. لكن نقول إذا اخترت مسلك العلم الشرعي وسرت فيه وصرت به متصفا، شكون هذا؟ طالب علم شرعي. في هذه اللحظة تحول حكم الندب الذي كان عاما، الندب عام على الأمة، ليصبح واجبا في حقك، لأنك تعينت، أنت اخترت في البداية، لكن صار متعين عليك أن تكمل طريق طلب العلم، لأنه ضروري للأمة، العلم ضروري. ولذلك الله جل وعلا أوجب على المسلمين وجوبا عاما، بمعنى كفائي عام، ليس على التفصيل والتخصيص، أن يكون فيهم من ينذرهم ومن يفقههم في الدين. والتفقيه في الدين لا يحصل إلا بعد التفقه، ما يمكنكش أنت تفقه الناس وأنت ماشي فقيه في راسك، لابد وأن تحصل لك صفة فقيه لتكون مفقها لغيرك. وصفة الفقيه لا تحصل إلا بالجد، أو بالجد والكسب والعمل المتواصل، فيحتاج إذن إلى تفرغ. ولذلك قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. فالنفور أي أن هنالك طائفة تنهض بالشيء وتتفرغ له، ويكون طلب العلم والتفقه في الدين يكون هو شغلها الشاغل وعملها الرئيس واختصاصها الأول، لا تشتغلوا بغيره إلا بعد الفراغ منه. فهذا الاستنفار الذي تقوم به طائفة العلم من طلبة العلم المتفقهين والعلماء الفقهاء، فإنه آنئذ يصبح واجبا على هذه الفئة وعلى هذه الطائفة. فبما أن الأمر كذلك، فبما إذن بما نكتسب الفقه في الدين؟ كيف نصير فقهاء؟ لا وصول إلى الفقه إلا بإدراك أدلة الفقه، دلالاتها ومقاصدها وطرق تنزيل حقائقها وأحكامها على نوازلها من كل واقع جديد زمانا ومكانا. لا يكون الفقيه فقيها إلا إذا كانت له قدرة
على فهم دلالات الأدلة. يعني إذا قرأت الآية عليه أو قرأها لنفسه أو ورد عليه الحديث أدرك المعنى الدللي، أي الذي تحمله اللغة العلمية الاصطلاحية الخاصة من هذه الآية ومن ذلك الحديث. هذا الأول. ثم بعد هذا له دراية بما هو مقصود من ذلك الحكم الذي ذكر، ما المقصود من وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو حد السرقة أو حد الزنا أو النهي عن كذا أو الأمر بكذا، ما المقصود من هذا أو ذاك. ثم له قدرة بعد هذا وذاك على تكييف تلك الأحكام على موازين الزمان والمكان، يعني عنده القدرة على أنه ينزل حكم شرعي معين على النازلة في ظروف مكانية وزمانية، لأن الحكم وهو في النص مطلق، ولا أتحدث هنا يعني لا أقول مطلق بالمعنى الأصولي، لا يعني بالمعنى المنطقي للكلمة، ضد النسبي، مطلق في مقابلة النسبي، أي أن الحكم مطلق يعني مجرد عن النسبية، يعني عليه خصائص وصفات الكمال. حكم الصلاة مثلا أو إقام الصلاة في كتاب الله، أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة وآتوا الزكاة، في غير ما سياق من هذه أو تلك، يعني هذه الصلاة بكمالها والزكاة بتمامها وكذلك سائر المأمورات وسائر المنهيات أيضا. مطلق الزنا منهي عنه، يعني كل صوره، كل مقدماته، كل خيالاته، كل شيء، كذلك الخمر، كذلك كل المحرمات، يعني ما الحرام، ربا، ما ذكر في الكتاب والسنة جميعا. لكن حينما نأخذ الحكم الشرعي وننزله في الواقع ويصير قوله تعالى أقيموا الصلاة، يصير صلاة نقيمها بأجسادنا وبأرواحنا وأنفسنا ونرفع أيدينا مكبرين بالصلاة بين يدي الله. انتقلت الصلاة من سياقها المطلق في كتاب الله إلى فعل إنساني نسبي غير مطلق. فالصلاة التي هي في الكتاب هي الكمال، والصلاة التي نمارس هي مأخوذة من الكتاب لكنها موقعة على فعل بشري، والفعل البشري أن كان يشوبه النقص والتغير والصلاح والفساد، اللهم إلا أن تكون الصلاة صلاة نبي أو رسول فذلك له العصمة عليهم الصلاة والسلام. لكن صلاتي أنا وصلاتك، زكاتي أنا وزكاتك في الأوامر، وانقطاعي وانقطاعك عن المحرمات أن كانت من خمر أو زنا أو مال حرام، كل ذلك في الأمر والنهي نسبي غير مطلق. ملي نكبر نصلي، من راني حاضر، من رايح صلي شروط، إذا خرجت مالا زكاة أو صدقة تطوعا يحصل لي نوع من الصدق والإخلاص، وأحيانا يداخلني الرياء والسمعة ولو على سبيل الخواطر والوساوس، مهما جاهدت نفسك فلا بد أن يكون للشيطان على القلب شيء تستعيذ بالله السميع العليم منه، فيخطف الشيطان من فعل الإنسان ويختلس اختلاسات واختطافات من صلاته، من صيامه، من زكاته، وحتى من انقطاعه عن المحرمات. ولذلك في الحديث كل ابن آدم كتب عليه حظه من الزنا، فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، حتى يجعل من الزنا التفكر والتخيل. فهذا الإنسان قد تقع منه وساوس، ففي أحسن أحواله على ورعه يدفعها ويستعيذ بالله منها، ولكن هو غير النهي المطلق الذي نهي فيه عن قرب الزنا بكل مكوناته.
المقصود من هذا إذن أن بين النص والواقع مسافة. النص ماشي والواقع، وهذا أمر تحدث عنه العلماء منذ القديم، فبينهما مسافة. ما مقدارها؟ مقدارها فهم بني آدم، أو مقياسها بالأحرى باش كنعبروا هذه المسافة التي بين النص والواقع الذي نعيشه، الواقع الديني يعني. نتحدث عن واقع المسلم الصالح. مقياسها أمران: الفهم الذي هو الفقه، ولهذا ذكرنا الفقه، أو لهذا استطردنا هذا الاستطراد من أجل الفقه، بيان خطورة الفقه وأهميته، هذا الأول. ثم مقياس ثاني: تجربة بني آدم وتطبيقه. يعني هنالك أمر اسمه الفهم، ومن بعد ما تفهم الممارسة. حتى وإن فهمت أحسن الفهم واستوعبت أحسن الاستيعاب وتفقهت أجود التفقه، فعند التطبيق تحصل الزلات ويحصل الخلل، مما يعذر الإنسان به ومما قد لا يعذر به. فإذا بين النص والحكم مسافة، هي الفقه والممارسة. ولذلك يعني لابد للمؤمن إذا كان إيمانه صادقا حقيقة أن يكون متواضعا لله، ليس عبثا. أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد يدخل الجنة بعمله. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. تغمدنا الله أجمعين بالرحمة والعفو والعافية. هذا تعليم لأمته حتى لا يحصل غرور لكل ذي دين، وهو ضرب من الاستدراج مأخوذ من قوله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. يعني الإنسان قد يطبق من الدين ما وفق إليه فهما وتنزيلا، ثم يظن وهو إلقاء شيطاني أنه خير الناس وأنه على أكمل ما يكون، ما يكون الدين. هذا يحصل، بل مصيبة كثير من المتدينين هي هذه، ويقول: أنا الفرقة الناجية. هذا أمر خطير، الناس به جاهلون. من أنت؟ فهب أنك على الصراط السوي، وهب أنك، وهب أنك. وبعد، كل ممارسة من ممارسة الدين إلا وهي خاضعة لهذين الأمرين: الفهمي والتطبيقي، وكلاهما ناقص مهما ادعينا الكمال. فحينما يدعي أحد أنه قد كمل، فتلك الدلالة القاطعة على نقصه وجهله. لهذا إذن الفقه في الدين أول ما يعلم العبد، يعلمه التواضع لله. ولذلك العلماء الربانيون كانوا أكثر الناس تواضعا، وعلى رأسهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما جاءه أحد الملائكة من السماء، وكان جبريل عليه السلام إلى جانبه، في الحديث الصحيح يعني سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام كان جالس مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع أزيزا أو أطيطا، كأنما هو يعني باب فتح بقوة، سمعه جبريل وسمعه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فقال جبريل لرسول الله: هذا باب فتح من السماء، نزل منه ملك أو ملاك لم ينزل قبل هذه الساعة من يوم خلق. فنزل ووقف على رأس سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وجبريل إلى جانبه، وقال له: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام عليه الصلاة والسلام، ويخيرك
بين أن تكون عبدا رسولا أو ملكا رسولا. ما تختار يا محمد عليه الصلاة والسلام؟ ما تختار أن تكون عبدا رسولا أو ملكا رسولا؟ وأنبياء بني إسرائيل كثير منهم جمع بين الملك والنبوة أو الرسالة، كسليمان عليه السلام وداود عليه السلام وغيرهما كثير، نبي وملك. فنظر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إلى جبريل كأنما يستشيره. ففي بعض الروايات الصحيحة قال جبريل لرسول الله عليه الصلاة والسلام تواضع لربك، وفي أخرى أيضا صحيحة فلما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل نظر جبريل إلى الأرض أو في الأرض أن تواضع لربك، بمعنى أنه ما نطق ولا تكلم ولكن أجابه وساعده بالإشارة فقط، بأن نظر جبريل إلى الأرض إشارة إلى التواضع. فقال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أريد أو أختار أن أكون عبدا رسولا. فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل كما يأكل العبد ويجلس كما يجلس العبد بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. لماذا كل هذا كان عليه هذا الرسول الكريم؟ لأنه كان أعلم الخلق بالله. العلم، العلم الحق يورث صاحبه التواضع والخشية والربانية الحقيقية. وهذا وسياق القرآن، كلما ذكر العلم وكلما ذكرت الربانية في الكتاب والسنة. ومن أشهر الدلالات على ذلك قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، على الحصر أي العلماء الكمل الحقيقيون هم الذين يخشون الله عز وجل حق الخشية. وقد فسر الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قوله جل وعلا العلماء هنا قال هم العلماء بالله، وليسوا العلماء بأمر الله فحسب، لأن العالم قد يكون عالما بالله عالما بأمر الله، وقد يكون عالما بأمر الله غير عالم بالله. وقد أشار إلى ذلك الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وغير واحد من تابعين كسفيان الثوري وغيره. ولا يكون العالم عالما حقا حتى يجمع بين الأمرين، أن يكون عالما بأمر الله عالما بالله. والعلم بأمر الله إنما هو العلم بالتكاليف، أي الأمر التكليفي مما هو طلب الفعل وطلب الترك، أي العلم بالشريعة. ولا يكون عالما بالله إلا إذا كان يقدر الله قدره ووقر بقلبه كل معاني التبتل من الربانية. وهذه الحقائق إنما تؤخذ من العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام على ما ذكرت قبل قليل من معنى الربانية الوارد في قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالدارس الحق والتالي الحق، المتعلم الحق والمعلم الحق للكتاب تلاوة ومدارسة هو الذي يكون ربانيا. فإن لم يستثمر ولم يجني ثمر الربانية فما قرأ الكتاب ولو استظهره كله ولا درسه ولو علم بكل أحكامه، لأنه لا يعد أن يكون عالما بأمر الله غير عالم بالله. الفقه في الدين على حقيقة الأمر هو هذا، هذا هو الفقه في الدين. لا يسمى العالم فقيها في الاصطلاح الشرعي، دعك من استعمال الناس وعاداتهم، هذا اللفظ الآن يعني مهضومة مظلومة. أحيانا تلقاه كاهن ساحر لا يقرأ كتابا من كتاب الله ولا يخطه بيمينه ويسميه الفقيه وهو إبليس. لا، نتحدث عن الفقيه
الذي قصده الله جل وعلا في القرآن، والفقيه الذي عرفه النبي عليه الصلاة والسلام في السنة، والذي هو الخير، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قلت مسلك ذلك ما أشرت إليه قبل قليل من معرفة دلالات الكتاب والسنة وقدرة الاستنباط منهما، وهو يعني فقههما ومقصدهما، تعرف مقاصد الأحكام والقدرة على تنزيل ذلك في واقع الزمان والمكان، وهو المسمى بالحكمة، أي إذا لك قدرة على فهم الكتاب والسنة شيء حسن، لكن لا قدرة لك على تطبيق تلك الأحكام على ما يقتضيه الزمان والمكان بالتقديم والتأخير ومعرفة مراتب الأولويات، فهذا ضد الحكمة، وإنما الحكيم من يتقن ذلك كله. فهذا المعنى إذن الذي به تكون الحكمة، أنك تستطيع أن تتعلم العلم بحقه، وتستطيع أن تعلمه بحقه، وأن تنزل الأحكام منازلها بما لا يفقدها مقصدها وغايتها، فذلك هو تمام العلم وحقيقة الفقه الذي تجتمع فيه المعرفة بطريق أو طريقة تطبيق تلك المعرفة، وهو المعنى الذي يجمع في كلمة واحدة هي الحكمة. وما من حكم من أحكام الله جل وعلا كان من الواجبات أو من المحرمات أو من المندوبات أو من المكروهات أو من المباحات إلا واحتاج المؤمن إلى حكمة في طريقة التعامل معه، من حيث الاستثمار ومن حيث التنزيل والتطبيق. ولا يجوز أبدا أن يتعامل مع أحكام الله بصورة عبثية عشوائية فوضوية تتحكم فيها الأهواء والرغبات الشخصية في كثير من الأحيان، وقد يكون الحكم في حد ذاته حقا، لكن طريقة تنزيله وتطبيقه وتصريفه بين الناس تكون باطلا بسبب انعدام الحكمة. وسأعطي أمثلة لماذا شرعت الأحكام، لماذا شرع الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام، الأحكام الخمسة لماذا شرع؟ إنما هي كما بينا غير ما مرة علامات تبين للسائر إلى الله منهج السير، حال علامات الطريق بالنسبة لسائق السيارة، تجد علامة تحذرك وتنبهك إلى منعرج أو عدة منعرجات أو إلى مكان ضيق مضيق أو إلى منخفض أو إلى عقبة مرتفع أو إلى آخر، هذه الأحكام. أنت سائل إلى الله عز وجل بالعبادة والأحكام تحذرك، احذر لا تلتفت إلى هذه الجهة فقد تقع في هاوية، هذا محرم، أو مثلا تطلب منك أن تجد السير في هذه العقبة فهذا واجب، لابد من اقتحام هذه العقبة، وهكذا. إذا كانت الأحكام كذلك، فما طبيعة تنزيلها وتطبيقها على النفس وعلى الناس؟ طبيعة ذلك أنها أحكام تربوية، وهذا مع الأسف الذي غاب عن كثير من طلبة العلم في هذا الزمن. الأحكام التكليفية في أصل وضعها وغاية تشريعها أحكام تربوية بالدرجة الأولى وبالقصد الأول، وعلم أصول الفقه هو الذي يدرب الإنسان على هذا الأمر ويبين له أولويات التعامل مع كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقولون بالمثال يتضح المقال، لما أذكر هذا الكلام؟ قد تجد الشخص الآن يغضب من أحدهم
يعني أساء العمل، ربما وجدت شخصا شرب الخمر أو زنى أو أكل مالا حراما أو ترك صلاة أو فعل شيء من الأشياء، وهذه من أمهات الفضائل وأمهات الرذائل، يحتمل أن تعامله بمنهجين إذا أردت أن تنطق بالحكم. إما أنك تنبهه على أن هذا الذي صنعه من ترك الواجب أو فعل المحرم جريمة كبرى في الدين وكبيرة من كبائر التشريع التي شرعها الله عز وجل حظراً ونهيا، بأسلوب قد يكون فيه نوع من التحقير ونوع من التعيير والسباب والشتائم من حيث قد لا تنطق بها. كاين اللي كيمكن لك تعايره بلا ما تعايره، يكفي انك يعني تذكر له حكم شرب الخمر بنوع من التعنيف الذي فيه شيء من الهوى. شنو هذا الهوى؟ اي انك تجد لذة في ان تصفه بما وصف الله جل وعلا شارب الخمر او وصفه النبي عليه الصلاه والسلام، وهذا من أدق أمور العلم في مجال التربية بأحكام الشريعة، لأنه بالمقابل سيتضح المقصود. ممكن شخص آخر يتعامل بالاحتمال الثاني، نعم شرب الخمر كبيرة لا شك في هذا، نعم ترك الصلاة من أكبر الكبائر لا شك في هذا، وقد اختلفوا في إسلامه وكفره على ظاهر الحديث، الحنابلة يكفرونه وجمهور العلماء إلى يكفرون ويسمون ذلك كفرا عمليا، لكن هذا خطير، يعني فعل خطير. لكن يأتي إنسان عاقل حكيم عالم بالشريعة حكيم ويتناول هذا الإنسان تارك للصلاة بحكم ترك الصلاة، ما غاديش يغير الحكم، لن يقول له إن فعلك حسن أو إنها لست بكبيرة، كلا أبدا، نفس المضمون ونفس الرسالة التي أداها الأول يؤديها الثاني، لكن هذا بأسلوب فيه الإشفاق وليس فيه التشفي، فيه إشفاق وفيه حزن من الفقيه أو المفتي على هذا الذي قد ترك الصلاة. وهذا الشعور حينما تضمنه تعابيرك وأنت تفتيه بخطورة ما صنع، تكون آنئذ تعطيه حكم الله حقيقة، لأن حكم تارك الصلاة إنما هو حكم تربوي بالدرجة الأولى في الدنيا، ويكون في الآخرة عقابيا إلا أن يشاء الله. لا شك تذكرون قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، هذه مصيبة أن يبول الإنسان في المسجد، فقام إليه الصحابة يكادون يفتكون به، فإذا بالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهم لا تزرموه لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله، دعوه يتم بوله حتى إذا أتم ما فعل نهاه برفق وقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذه الخبائث، إنما هي لذكر الله وللصلاة. فأمر الصحابة أن يهريقوا عليه دناً من ماء أو دنين أو كما قال عليه الصلاة والسلام أو شناً أو شنة أو دلواً. نعم، فالمقصود إذن أن النبي عليه الصلاة والسلام تناول الحكم عينه، هم أي الصحابة منعوه وانتهروه، وهو أيضا منعه، ما قال له أحسنت، ما قال هذا، بل قال له أسأت، ولكن بأسلوب تربوي، وبلغه خطورة ما صنع لكن بأسلوب الإشفاق. ولذلك في القصة تتمة لها طريفة، حينما سجد الأعرابي جعل يدعو ويقول
اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا، لأنه إنما وجد الذي أشفق عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام والآخرون ما أشفقوا عليه، فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد حجرت واسعة، بل استغفر واسترحم للأمة جميعا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المقصود التنبيه على منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام في بيان أحكام الله، وكذلك كان خيار الصحابة بعده حينما تعلموا منهجه. هذا هو الفقيه، هذا الفقيه حقيقة، هذا الفقيه الذي يسميه القرآن بالتفقه في الدين. ولذلك في الحديث فرب مبلغ أو عام من سامع، وأيضا ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. فكونه حاملا للفقه وليس بفقيه إنما هو حامل لأدلة الفقه، أي حافظ للكتاب وحافظ لكثير من السنة، ولكن لا قدرة له على التعامل معها كما ينبغي تنزيلا في واقع الناس وتعاملا مع أحوالهم، وذلك هو الفقه. وهذا الذي ينقصنا كثيرا كثيرا في هذا الزمان. فائدة هذا الكلام إنما تتعلق ببدايته، وهو أن علم أصول الفقه هذه وظيفته، وهذا موضوعه، وهذا تعريفه، ودعك من تعريفات المناطق له. أنا هذه التقسيمات المنطقية التي صنعها المتأخرون من المصنفين في علم أصول الفقه أفسدت العلم. كثير من الناس يدخلون باب أصول الفقه ولا يخرجون بشيء بسبب هذه التغليقات المنطقية التي ضيعته. وأحسن التعاريف أن تعرف الشيء بغايته ووظيفته لا بماهيته كما يقول المناطقة. فلو يعني سألنا عن تعريف هذا المصباح ممكن نعطيه تعريفات، تعريف جوهري فيزيائي، ونقول هذا الكهرباء يقع كذا وكذا، يعني أغلب الناس لن يفهموا شيئا. ولو قلنا مثلا ما هذا المصباح، ما معنى المصباح، ما تعريف المصباح، نقول المصباح هو شيء نستصبح به، أي أننا نجعل ليلنا أو ظلمتنا كالصباح. الاستصباح، الاستصباح الألف والسين والتاء للطلب، أي نطلب فضاء وجو يشبه الصباح بسبب النور الذي ينبعث منه، وننتهي. فقد عرفنا المصباح بوظيفته وغايته التي هي غاية الشيء ونهايته. كل ما ذكرناه الآن تذكير بمعنى أصول الفقه من حيث بيان فائدته وغايته ووظيفته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.